أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: بعض العلماء يقولون إن القرآن والسنة في مرتبة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهل هذا القول صحيح؟ له مرتبة واحدة من حيث الوحي، مصدر من الله جل وعلا، فهم في مرتبة واحدة من حيث مصدرهما من الله جل وعلا، لكن ليس في مرتبة واحدة من ناحية التواتر ومن ناحية التعبد بتلاوة القرآن. السنة لا متعبد بتلاوتها، أيضا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، ما تمس المصحف مباشرة إلا بطهارة، بينما صحيح البخاري أو مسلم لا بأس أن تتناوله، وأنت غير طاهر لا بأس أن تتناوله الحائض والنفس، بينهما فروق. اللي يقول إنهم مرتبة واحدة غلطان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.